سوق الجملة لمدينة الجديدة لا يحمل من السوق إلى الاسم. هنا يمكن أن تجد المتلاشيات من الحافلات والسيارات وكذلك الأعمدة الكهربائية. في الآونة الأخيرة تارت طائرة التجار عندما أبلغوا بالإفراغ لتنقلهم إلى سوق آخر، وهو قرار قوبل بالرفض بعد تشييد المستشفى الإقليمي بجانب السوق بهدف توسعة الفضاء المحيط بهذا المرفق الصحي دون علم التجار. قالوا لنا خاصكم من هنا شهر ونص خاصكم تخويو، وباقي ما بنوا لنا لا مارشي لا والو. بغاو يديونا المولاي عبد الله، ومولاي عبد الله ما خدامش لهاد التجار والفلاحه وداك الشيء، ما خدامش لمولاي عبد الله. مولاي عبد الله جا بعيد. تم تشييد هذا السوق منذ 20 سنة، يوجد في منطقة استراتيجية عند مدخل المدينة، يستقبل كل المنتوجات الفلاحية القادمة من جهة دكالة عبدة. والمارشي مصير عليه واحد عدد ملايين، ومصيرين فيه فريقوات، وفيه تقريبا 5000 ديال الناس رسمية، و50 ألف تابعهم من شتوكال لحد ولاد فرج للوالدية. هاد الناس كلهم ما عيطوش عليهم وما عرفوهمش اش كيقولوا، وقروا الناس ديال أعضاء المجلس البلدي داك التقرير اللي بغاو. إذن من المسؤول عن الملف؟ هل المجلس السابق أم الحالي؟ خاصة وأن هناك رواج اقتصادي كبير وسيولة مالية تصل أحيانا إلى 500 مليون سنتيم يوميا. كمجلس حالي اللي يعني انتخبنا في 2009، يعني لقينا مجموعة من القرارات اللي تم المصادقة عليها في المجلس السابق 2005 2006 و2008. 2008 تمت المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة ديال جيدة وجماعة مولاي عبد الله. في 2006 كنتفاجئوا بواحد القرار اللي كيتخاض يعني في غياب المعارضة، اللي هو كيضيف سوق الجملة لهذا الأرض العارية، واللي اللي ما كناش صوتنا عليه وكنا كنرفضوه تماما. ملف تنقيل السوق خارج المدار الحضري دفع بالمهنيين الاحتجاج على الطريقة التي تم فيها تفويت السوق إلى وزارة الصحة دون علمهم. الاقتراح اللي كان وضعوه حنا يبنيوا لنا مارشي في داخل المدينة الحضري صافي، وحنا مستعدين يديروا لنا مارشي ونتحولوا. هو سوق فيه مواصفات، يعني مواصفات كبيرة، مواصفات ربما تكون مواصفات دولية، فيه مركز تجاري مهم، فيه مجزرة، فيه سوق أسبوعي، غادي يكون في مرفق تجاري متكامل. أن يبقى السوق بجانب المستشفى الذي سيدشن قريبا فهذا ضرب من الجنون، لكن ما لا يستسيغه التجار هو لماذا لم يتم إخبارهم بالموضوع لاستعداد الرحيل منذ سنوات. شأنهم في ذلك شأن الفلاحين الذين اعتادوا على بيع منتجاتهم هنا على مقربة من حقولهم.